أما الاقتران الآخر كامل، أما الاقتران الآخر نفرضه دالها. شو بنفرضه؟ دالها. الآن اللي راحين نفرض قاف بدنا نشتقه، واللي بدنا نفرضه دالها بدنا نكامله. فبصير عندي المطلوب مني تكامل قاف، هذا سميناه قاف، والآخر سميناه دالها. بدي تكامل قاف في دالها. الآن من خلال الحل هون راح ينتج معنا قانون. هذا القانون لا بدي احفظه بالشكل التالي، انسوا دال، فراح يكون جوابه قاف ضرب ها ناقص تكامل بدله ها ضرب دال قاف. هذا راح يكون قانون الأجزاء، يعني في طلاب بيمسك القانون بيطبق على القانون، هذا قانون الأجزاء. الآن قبل القانون وقبل ما نحل عشان نحل على القانون بالشكل التالي، نرجع ملخص كامل. الملخص الكامل بحكي لنا بالشكل التالي، بنعيد سؤال جديد بنفس النظام، جد تكامل 8 سنين في 2 سنين ناقص 3 هو 9 درس. الآن كان عندي هذا السؤال وبحكي لنا السؤال الحالي هاي تكامل اقتران في اقتران مرفوع لقوة. بتفرج على هذا الاقتران، هل مشتقته أعطتني هذا الاقتران؟ لا. هذا الاقتران خطي، بما انه هذا الاقتران خطي معناته في عندي طريقه جديده. شو هي الطريقه؟ اني نستخدم طريقه الاجزاء. طريقه الاجزاء شو بتحكي لنا؟ بتحكي لنا الاقتران عندي اقترانين، هذا اقتران وهذا اقتران. هذا الاقتران اسهل للاشتقاق وهو اقتران خطي، فنفرضه قاف. أما الاقتران الآخر مع دال سين بنفرض شو ماله؟ دال. وهذه الطريقة اللي بنسميها طريقة الأجزاء، تجزئة بالشكل التالي. الآن نأخذهم على الجنب، نحكي قاف اللي هو يساوي 8 سين، بجنبها هون ما تبقى دال ها اللي هو 2 سين ناقص 3 قوة 9 دال سين. اللي فرضناه قاف، اللي فرضناه قاف بدنا نشتقه بالشكل التالي. الآن هذه اشتقاقها على الهامش بيكون دال القاف بالنسبة لسين على دال سين يساوي 8، بالضرب التبادلي دال القاف بتصير 8 دال سين. لذلك حتى ما أضطر بهذه الخطوة كاملة بعمل التالي، مباشرة بنشتق حسب الرمز. هذا قاف بشتقه اسمه دال القاف، هذه 8 سين مشتقتها 8 دال سين. إذا اللي فرضناه قاف اللي هو الأسهل للاشتقاق اشتقيناه، واللي فرضناه دال الهاء بدنا نكامله. هلا هاي ما في شيء، هون شو بيكون؟ واحد. شو تكامل الواحد بالنسبة لها؟ اللي هي الثابت بالنسبة لها تكاملها. أما هذا قبل شوي طرقنا له اقتران خطي مرفوع لقوة، فتكامله بيكون 2 س ناقص 3 بنجمع لهي 1 10 10. ما ننسى معامل السين، ليش معامل السين؟ اثنين. الآن فرضنا قاف باقتران كثير الحدود الأسهل للاشتقاق اشتقيناه، ما تبقى من السؤال فرضنا دال الهاء اللي هو 2 س ناقص 3 قوة 9، كاملناه حسب قاعدته معامل السين ما ننسى اللي هو الاثنين. الآن اللي بده يكون حافظ القانون اللي حكينا عنه قبل شوي بيحفظه، اللي ما بده بيطبق التالي، بدي يضرب هاي في هاي. الآن الجواب بدي يكون عبارة عن هذا الاقتران نضربه في هذا، يعني قاف ضرب هذا ناقص تكامل هذا الاقتران في الاقتران الآخر. لذلك بشكل سريع نقول هذا الناتج ضرب الناتج 2 س ناقص 3 قوة 10 على 10 ضرب 2. إذا ضربنا قاف فيها ناقص
قالوا تكامل ها اللي هو بيتمثل 2 سين ناقص 3 قوة 10 على 10 ضرب 2. طبعا انا مش عاجز اضرب 10 ب 2 هون او هون بس تركنا. ضرب هذا الاقتران اللي هو 8 دال سين. لذلك احنا شو اللي عملنا؟ لما طلب مني تكامل قاف ضرب دال الهاء حكينا قانون. شو القانون بيحكي لنا؟ قاف فيها هاي قاف اللي جوابها 8 سين فيها اللي جوابها 2 سين ناقص 3 قوة 10 على 10 ب 2 ناقص هي ناقص تكامل هذا اللي هو ها ضرب مين هذا اللي هو دال القاف. ها هي كلمتها دال القاف هي 8 دال سين. لذلك اللي بيحفظ القانون بيحفظه يطبق على القاعدة بالشكل التالي يطبق هاي في هاي ناقص تكامل هاي في هاي. الآن إذا في اختصارات باختصر 8 هون 10 ب 22 8 على 4 فيها ب 2 20 على 4 فيها 5 وهذه سين بالضبط زي ما هي 2 سين ناقص 3 قوة 10 ب 2 ناقص. هلا في شو في ثوابت نفس الكلام 8 و20 في بيناتهم اختصار على 4 حكينا 2 20 على 4 5. اما هاي تكامل حسب ما كملناها في المرة الماضية فبيكون تكاملها 2 سين ناقص 3 10 زائد 1 11 على 11 ضرب المعامل زائد ج. فبيكون هذا جواب المسألة بطريقة الأجزاء. إذن هذا بنسميه تكامل بالأجزاء وعشان نعرف هذا يسمى أجزاء مرة واحدة لأنه أجزاء مرة واحدة. السبب لأنه سينها شو قوتها؟ واحد. طب لو كانت اثنين رح يصير أجزاء مرتين دخل مرتين. لو كانت ثلاث دخل ثلاث مرات أربع مرات وهكذا. طبعا هم في طريقة عملوها جديدة يعني أرفقوها للكتاب لطريقة الجدول بنجيها لاحقا. إذا هذا يا جماعة طريقة التكامل بالأجزاء. هاي فكرة الأجزاء. شو فكرة الأجزاء؟ بعطيني حاصل ضرب اقترانين أحدهم مرفوع لقوة الاقتران الآخر اللي هو اللي شفناه. الآن مثال آخر على الأجزاء وسريع. لو طلب مني جلد تكامل 4 سين في جتر 2 سين ناقص 5 دال سين. شوفوا يا جماعة تفكيرنا. تكامل اقتران في اقتران مثلثي، اقتران مثلثي. بتفرج تعلمنا بالتعويض على الزاوية، اشتقوها، هل اشتقيتها بتعطيني الآخر؟ لا، 2 ما اعطتنيش سين. الآن بنلاحظ إنه الزاوية خطية، الزاوية شمالها خطية، بسبب إنه الزاوية خطية، إذا هذا بيكون تكامل بالأجزاء مرة واحدة، تكامل الأجزاء مرة واحدة. بتفرج على الاقترانين، هذا اقتران وهذا اقتران، مين الأسهل للاشتقاق؟ هذا الاقتران، شو بنفرضه؟ قاف، أما الباقي بنفرض دالها، نعيد الخطوة، بنقول له قاف تساوي 4 سين، نشتقها. دال القاف يساوي 4 دال السين. ما تبقى دال الهاء اللي هو جتر 2 سين ناقص 5 دال سين. تكامل دال الهاء شو تكامل الجتر؟ جيب 2 سين ما ننسى المعامل. الآن نطبق القاعدة بنضرب هذا في هذا ناقص تكامل هاي في هذا. يعني بنقول له 4 سين ضرب جيب 2 سين ناقص 5 على 2 ناقص تكامل جيب 2 سين ناقص 5 على 2 ضرب 4 دال سين. الآن نختصر هون هاي 2 سين في جيب 2 سين ناقص 5 ناقص 4 على 2 ثابت برا. شو تكامل الجيب؟ تكامل الجيب سالب جتر 2 سين ناقص 5 زائد جيم. ما ننسى على المعامل بنقدر نختصر 2 على 2. إذا لاحظوا قاف اللي نفرضه الاقتران الخطي ويعطيكم العافية. قصدي شكرا.